الطهر فاطمة بنار حقد لهم مشبوبة الضرم. أويلي فأسقط الرجس لما ظل يعصرها منها جنينين نما في طاهر الرحم بصدرها بصدرها نبت المسمار بصدرها نبت المسمار فانكسرت منها الأضالع فانهالت بفيض دمي سيف القضاء علي في حمائله قادوه قهرا بنو عبادة الصنم من بيته ابن صهاك الرجس أخرجه ملببا برداء الفاض والكرم لكن وفاطم خلفه تدعو وأدمعها تصاب عن مدمع كالغيث منسجمي. أويلي وسوط قنفذ يلوى فوق عاتقها ضربا ضربا فتصرخ والها منه بالألم أنا لم أنسها يوم وافت قبر والدها خير البرية من عربه ومن عجمه مات الرسول غابة وار النبوة مات الرسول غابة وار النبوة ثار المعاد يريد يتشفى بعده نار الحقد وجا ونار الجزل ومن قبل كان الروح من جملة الحج بيها الوصي وابناه والزهرة صاحوا يا حيدر قوم لا تنوخ قوم لكن ما جاوب الكرار بس تجري دموع وفتحوا الباب من ورا الباب الوديع والعبد بالباب اتجه وهجمة تجمو حسوا عصرها وغدت يا ويلي التلوى خريت خريت وخر المحسن نادت يا فيضة بالعجل دركيني ترى مقدر النهضة انكسرت ترى ضلوعي وجسمي المرض مض
ولا بقت لي بضربة المسمار قوة. خذيني يا فضة وحيدر الكرار شوفي خبريه عن حالي وعن ضيم الطحي. صاحت يا بنت المصطفى حيدر مشى وقلبه على جمر الغضا لاجلك تلوى. بأي حال صحت والله لو شفتي حال حلال المشى ليث الحروب برقبتي شدة وسلاسي. ليمشي بطاعتهم ودمع العين ساء صاحت دتتشي للقلب فارق سلو. ان كان طيل عوب الوصي قوم اطلعيني أن نسيت العصر بالباب وتسقط جاني. قوموا الروح القبر جدكم يا بني ورد اخبر بين الدهر بعدش سواه.